الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. مشروع تعميم المعرفة يقدم الدرس 13 في حقل الإحصاء الاستدلالي تحت عنوان اختبار الفرضيات، الجزء الثالث باستخدام توزيع تي، Hypothesis Testing Part 3 Using Student T Test. أرجو أن يكون فيه الفائدة العظمى لكافة أحبة الطلبة والمتابعين لهذه القناة التعليمية حيثما كانوا، وعلى بركة الله نبدأ. اختبار الفرضيات باستخدام توزيع تي. قدمت في المقطعين السابقين عن نظرية اختبار الفرضيات موضوعين على درجة عالية من الأهمية. كان في المقطع الأول أنواع الأخطاء الإحصائية Statistical Errors، حيث ركزت على نوعين: الخطأ من النوع الأول Alpha Error or Type 1 Error، والخطأ من النوع الثاني وهو Beta Error or Type 2 Error، لأنهما من أدوات اختبار الفرضيات. وكان في المقطع الثاني اختبار الفرضيات بواسطة المتغير الطبيعي المعياري Standard Normal Variable، أو ما يسمى اختبار زي أو زي تيست، وهو اختبار يستفيد في بعض الأحيان من نظرية الحد أو النهاية المركزية Central Limit Theorem كما يسموها CLT. سأقدم في هذا المقطع بإذن الله تعالى الجزء الثالث من اختبار الفرضيات Hypothesis Testing باستخدام توزيع تي Student T Test. لكن بسبب تراكمية المعرفة في هذا المجال يفضل العودة، أرجو من الطلبة والمتابعين الأحباء أن يعودوا إلى المقطعين اللذين قدمت وشرحت فيهما الموضوعين اللي هما Z Test واختبار الفرضيات وأنواع الأخطاء الإحصائية، من أجل استيعاب مبدأ اختبار الفرضيات بشكل أفضل. أرجو ذلك. أذكر بأن الفرضية المقبولة هي رأي أو معتقد افتراض يتميز بثلاث صفات، هي أولا أن يكون منطقيا، ثانيا أن يكون قابلا للاختبار، ثالثا أن يكون أفضل من غيره من الآراء المنافسة في مجاله. بمعنى آخر، الفرضية المقبولة تتميز بثلاث صفات: أن تكون منطقية، قابل للاختبار، وأن تكون أفضل من غيرها من الفرضيات. يعود أصل توزيع تي إلى مسألة فنية تتعلق باختبار الفرضيات باستخدام المتغير الطبيعي زي، إذ يفترض هذا الاختبار اللي هو اختبار زي في بعض الأحيان يفترض معرفة حجم المجتمع الإحصائي أن الكبير هاي بيج أن أو كابيتال أن، ويفترض معرفة متوسط المجتمع ميو، وضرورة معرفة الإنحراف المعياري سيجما للمتغير الذي يمثل المجتمع. من أجل أن نتفادى هذه العقبات، حجم المجتمع الإحصائي، متوسط المجتمع الإحصائي، والانحراف المعياري للمجتمع الإحصائي، حتى نتفادى هذه العقبات نلجأ إلى استخدام توزيع تي في اختبار الفرضيات المختلفة حول ميو، وخاصة إذا كان حجم العينة N الصغيرة اللي هي small N أقل من 30. المبررات. لعل السؤال الذي يخطر على بال البعض: ما هو مبرر استخدام توزيع تي؟ للإجابة على هذا السؤال، نفترض بأن هذه السلسلة الآن من قيم لمتغير X، القيمة الأولى X1، القيمة الثانية X2، القيمة الثالثة الرابعة، وهكذا حتى ننتهي إلى XN. هذه قيم لمتغير واحد هو X. تمثل هذه القيم عينة عشوائية من حجم N لمتغير طبيعي، نفترض بأنها تتبع التوزيع الطبيعي، متوسطه ميو وانحراف المعيار سيجما. وقد بينا في مقطع سابق عن مربع كاي سكوير بأن الآن W إذا عرفناها كما يأتي، اللي هي حاصل جمع من I equal 1 هنا إلى I equal N هنا، يعني حصلنا الآن كل قيمة من هذه القيم طرحنا منها متوسطها الحسابي، قسمناها على الانحراف المعياري للمجتمع، وربعنا الكل، بكون حاصل جمع يتبع توزيع احتمالي اسمه توزيع مربع كاي أو كاي سكوير ديستريبيوشن بعدد درجات حرية مقدارها دي. هذا مجموع مربعات المتغير المعياري زي، وهذا مربع كاي بدي من درجات الحرية. دعنا نستحدث المتغير واي كما يأتي. هذا المتغير
يعني اللي بيراجع منكم، من يراجع منكم توزيع زي وكيف استحدثناه، يتذكر بأن هذا حتى لا نربك الرموز مع بعضها بعض، فاخترت أن اخترت واي على زي يساوي اكس بار اللي هو متوسط العينة مطروح منه متوسط المجتمع مقسم على الانحراف المعياري للعينة، سيجما مقسم على الجذر التربيعي العينة، هذا انحراف المعياري العينة بكون موزع حسب التوزيع الطبيعي بوسط مقداره صفر وانحراف معياري مقداره واحد، إذن هو زي، لكن اخترنا واي حتى نسهل ولا نربك الرموز. توزيع طبيعي هذا طبعا معياري. نستكمل، دعنا نعرف المتغير تي كما يأتي. تي هو عبارة عن قبل قليل ذكرت هذا المتغير واي تساوي اكس بار ماينس ميو مقسم على سيجما وبدورها مقسم على الجذر التربيعي لحجم العينة. الآن هنا واي التعريف الذي ذكرته قبل قليل مقسم على الجذر التربيعي لمربع كاي، وهذا بدوره مقسم على درجات الحرية. الآن عوضنا عن هذه القيمة بهذه القيمة كما ذكرت قبل قليل، وعوضنا عن هذه القيمة بهذه القيمة كلياتها. إذن هذا توزيع طبيعي معياري، وهذا مجموع مربعات المتغير المعياري زي. نجد بأن هذا تي بعد التبسيط الرياضي بيكون موزع توزيع تي بنون ناقص واحد من درجات الحرية، بنون ناقص واحد من درجات الحرية، أي أن المتغير تي هذا يتبع توزيع تاء بدرجات حرية عددها نون ناقص واحد أو ان ماينس وان. نستكمل، يعرف تباين العين العشوائية رياضياتيا كما يأتي. هذا تباين العين العشوائية S سكوير S تربيع يساوي حاصل جمع من I الأولى، لأن طبعا قيمة يعني القيمة المختلفة للمتغير XI X الأولى الثانية الثالثة وهكذا، كل واحدة منها مطروح منها الآن متوسط العينة ومن ربحها مقسم على نون ناقص واحد أو ان ماينس ون اللي هو حجم العينة. طبعا نون ناقص واحد درجات الحرية، حجم العينة مطروح منها واحد صحيح، بكون هذا هو تعريف تباين العينة. إذن الآن تي بدورها تساوي اكس بار مطروح منها كما ذكرت قبل قليل ميو مقسم على الانحراف المعياري للعينة، الانحراف المعياري للعينة. عندما تقول ان هذه ان الى عدد كبير، فان اس سكوير اللي هو تباين العينة يقول الى تباين المجتمع سيجما سكوير، يعني يقترب تباين العينة من تباين المجتمع. ومن هذه النتيجة يتضح بأن ارتفاع حجم العينة يجعل تي تقترب من زي، هذا توزيع تي يقترب من زي اللي هو التوزيع الطبيعي المعياري، وهو المتغير الطبيعي المعياري ذو المتوسط صفر والتباين واحد صحيح. ولهذا السبب لا نحتاج إلى معرفة سيجما اللي هي انحراف المعياري للمجتمع أو حجم المجتمع الإحصائي في اختبار الفرضيات حول متوسط المجتمع ميو، وهو المبرر الرئيس لاستخدام توزيع تي. توضيح، تختبر فرضية العدم مقابل فرضية بديلة alternative hypothesis، هاي بنسميها null hypothesis، فرضية العدم مقابل فرضية بديلة تسمى alternative hypothesis. تقول هذه الفرضية على سبيل المثال بأن متوسط المجتمع أكبر من قيمة معينة هذه يحددها الباحث، أو أن متوسط المجتمع أقل من هذه القيمة التي حددها الباحث، أو بأن متوسط المجتمع لا يساوي القيمة التي حددها الباحث. عادة ما تكتب بإحدى الصيغة الآتية، عندي الآن الفرضية البديلة تدعي بأن متوسط المجتمع أكبر من القيمة التي حددها الباحث، بمعنى آخر الفرضية البديلة تقول بأن متوسط المجتمع ميو أكبر من القيمة ميو نات التي حددها الباحث، أو الفرضية البديلة تدعي بأن متوسط المجتمع أقل من القيمة التي حددها الباحث أو الشخص الذي يدرس هذه الظاهرة مثلا. تقول هذه الفرضية، الفرضية البديلة تقول بأن ميو متوسط المجتمع ميو أقل من القيمة التي حددها الباحث ميو نات. وأخيرا الفرضية البديلة تدعي بأن ميو
متوسط المجتمع لا يساوي القيمة التي حددها الباحث. إذن هنا أكبر من القيمة التي حددها الباحث، هنا أقل من القيمة، وهنا لا تساويها. إذن هنا الفرضية البديلة تقول بأن متوسط المجتمع لا يساوي ميونات القيمة التي حددها الباحث. هذا الآن التمثيل البياني لهذا هذه الفرضية. الآن إذن الاختبار بيكون إلى يمين يمين متوسط التوزيع، بمعنى آخر ميو أكبر من، وهنا بتكون إلى يسار متوسط التوزيع لأنها أقل من ميو أقل، وهنا لا تساوي. إذا بيكون اختبار على الطرفين، الذيل الأيمن والذيل الأيسر، هنا الذيل الأيسر هنا الذيل الأيمن، أو الطرف الأيمن الطرف الأيسر الطرفين. يعود شكل الفرضية وطريقة صياغتها إلى طبيعة المسألة ذاتها. مثال، لنفترض أن نتائج امتحان أحد مساقات الاقتصاد كانت موزعة طبيعيا، هكذا الآن يفترض الباحث. وطبعا إذا كان حجم المجتمع الإحصائي كبير نسبيا، فبكون بالحالة هاي موزع طبيعي بوسط ميو وتباين سيجما سكوير. قام الباحث يعني بسحب عينة عشوائية بحجم N تساوي 15، فوجد أو وجد بأن X بار اللي هو متوسط العينة يساوي 35، متوسط العينة الآن يساوي 35، والانحراف المعياري للعينة يساوي 7. إذن هذا الباحث يرغب باختبار الفرضية الآتية: هل الآن متوسط المجتمع يساوي 30 أم أنه أكبر من 30؟ الفرضية العدم تقول بأن المتوسط يساوي 30، الفرضية البديلة تقول بأن المتوسط أكبر من 30. هذا ادعاء النفي وهذا ادعاء التأكيد. الآن لو عدنا إلى اختبار الفرضيات باستخدام متغير الطبيعي المعيار زي، لوجدنا بأن الاختبار هو لنهاية واحدة وهي الذيل الأيمن (right tail test). أرجو العودة إلى المقطع الذي خصصته لتقديم وشرح توزيعتي. إذن الآن لأن الادعاء هنا بيقول إنه متوسط المجتمع يساوي 30، لكن الادعاء المقابل ادعاء التأكيد بيقول لا، ميو أكبر من 30. إذن بيكون الاختبار إلى يمين متوسط المتوسط المجتمع الإحصائي اللي هو طبعا تي يساوي متوسط يساوي صفر، لأنه أصلا مشتق من زي، لكنه هنا وهنا أسمك من توزيعي. من المعلومات المبينة على نجد بأن إحصائية الاختبار تحسب كما يأتي. الآن هذا الآن انحراف المياري للعينة مقسم على الجذر التربيعي للعينة، يكون كليات الآن انحراف المياري للعينة يساوي 7 على الجذر التربيعي إلى 15 وتساوي 1.8874. بتكون إحصائية الاختبار T تساوي حسب تعريفنا لها X بار اللي هو متوسط العينة مطروح منه متوسط المجتمع المفترض هنا افترضا 30 مقسم على انحراف المعيار العينة، ويساوي بالحالة 35 كما ادعينا هنا، 35 مطروح منه متوسط المجتمع المفترض أو المدعى 30 مقسم على انحراف المعيار العينة، تعطينا هذه القيمة 2.766. هذه القيمة تسمى إحصائية الاختبار. نستكمل الآن. القيمة 2.766 تعني بأننا نبحث عن، لأن الاختبار على اليمين probability of t احتمالتي أنها تكون أكبر من 2.766. لنفترض بأن مستوى الأهمية الذي اخترناه هو ألفا يساوي 5%، وهون من الأهمية بمكان أن تنتبهوا لما أقوله. الآن هذا ألفا هي الحد الفاصل بين ما يمكن أن يحدث بالصدفة وما لا يمكن أن يحدث إلا بشكل طبيعي. إذا كانت الآن قيمة الاحتمال أعلى من 5% أو أعلى، فإن من الطبيعي أن يحدث هذا الاحتمال، وإذا كانت أقل من 5% فإن من غير الطبيعي أن يحدث هذا الاحتمال. بناء على ذلك نلجأ إلى جدول توزيع T. هذا الآن جدول توزيع T، هنا عدد درجات الحرية 1 2 3 حتى ننتهي بما لا نهاية، لكن آخر عدد أو رقم متاح لنا أن نعرف ماهيته 120، بعد ذلك يصبح بلا نهاية. وهنا الاحتمالات، إذن دي هون درجات الحرية وهنا الاحتمالات، والاحتمال تراكمي من ماينس أو سالم ما لا نهاية إلى موجب ما لا نهاية. المساحة تحت المنحى دائما تساوي 1 صحيح 100%. إذن الآن لنجد من هذا، طبعا سؤالنا ما هو احتمال أن تكون تي أكبر من 2.766؟ من الجدول
نذهب إلى 14 درجة حرية، لأن حجم العينة هو 15، فدرجات الحرية بكون نون ناقص واحد اللي هو 15 ناقص واحد يساوي 14. إذا نجد الآن بأن الاحتمال أن تكون تي أكبر من 2.766، نذهب هنا حتى نجد إما الرقم بالضبط هذا أو العدد هذا أي هذه القيمة أو أقرب قيمة لها. أقرب قيمة لها هي 2.624. ذهبنا عموديا، إذا نكون بالحالة هاي التوزيع التراكمي من سالب ما لا نهاية إلى هذه القيمة 99%، إذا ما تبقى يساوي 1% كما ذكرت هنا. هنا الآن هذه أقرب قيمة، الآن هذا توزيع تي يشبه توزيع زي بالضبط باستثناء هذا الجزء، وهذا الجزء بيكون أسمك أو مرتفع أعلى من توزيع زي الذي عهدناه بالاختبارات السابقة. إذا هذه المساحة وجدناها بأنها هنا واحد صحيح مطروح منها 99% ويساوي 1%. الآن هذه المساحة من سالب ما لا نهاية إلى هذه القيمة يساوي 99%، وحيث أننا عيننا الآن عيننا ألفا الحد الفاصل بين ما هو طبيعي وما هو بالصدفة 5%، فأي قيمة أكبر منها معنى ذلك أنها شيء طبيعي أن يحدث هذا الاحتمال، وإذا كانت قيمة الاحتمال أقل منها بتكون شيء بالصدفة كما ذكرنا هنا، وبالتالي فإننا لا نستطيع رفض الفرضية التي تقول الفرضية البديلة بأن المجتمع متوسط أعلى من 30، أي أن العينة التي سحبناها أو سحبها الباحث لم تأتي من المجتمع ذي المتوسط يساوي 30. نكمل مثال آخر طبعا باستخدام الأرقام السابقة. من المثال السابق لنفترض أن نتائج الامتحان المذكور كانت موزعة طبيعيا، تبقى طبيعيا بوسط ميو وتباين سيجما سكوير، سحبت عينة عشوائية بحجم N تساوي 15، فوجد بأن متوسط العينة يساوي 28 والانحراف المعياري يساوي 7 لها للعينة، ما يعني بأن احتمال الفرضية يصبح كما يأتي الآن. الآن فرضية العدم تقول بأن المتوسط المتوسط يساوي 30، لكن الفرضية البديلة تقول بأن ميو اللي هو متوسط المتوسط أقل من 30، فأيهما أصح الآن؟ ما يعني بأن الاختبار هو لنهاية واحدة وهي الذيل الأيسر الآن، الذيل الأيسر. من المعلومات المبينة على نجد بأن إحصائية الاختبار تحسب كما يأتي. هذه القيمة كما حسبناها قبل قليل، لكن تي تصبح الآن 28، هو عندي أكس بار 28 مطروح منه متوسط المجتمع المدعى به 30 مقسم على الانحراف المعياري للعينة، ويساوي بالحالة هاي سالب 1.1066. لاحظوا لأنها إلى يسار الصفر فهي قيمة سالبة، لكننا نتعامل طبعا مع القيمة المطلقة. هذه إحصائية الاختبار، وهنا نأخذ القيمة المطلقة. نستكمل. القيمة سالب 1.1066 تعني بأننا نبحث عن احتمال أن تكون تي أقل من واحد، طبعا سالب 1.1066. لنفترض بأن المستوى الأهمية بقي كما هو، اخترنا هو 1.95، فتكون المساحة المطلوبة إلى يسار الوسط، أي احتمال هنا من هنا probability of t إنها تكون أقل من سالب 1.1066 تساوي 100% مساحة تحت المنحنى، مطروح منها المساحة التي إلى اليمين بسبب التماثل الآن هنا، إلى لأنه التوزيع تراكمي، فما يأتي إلى يسار هذه القيمة هو إلى يمين القيمة المضادة لها بالموجب، فهي طبعا 1.1066. يبين الجدول تي بأن الاحتمال هذا بنلاحظ هنا طبعا أقرب قيمة ل 1.1066 هي 14 درجة حرية، نجد بأنها تساوي تقريبا هنا 90%، ليس هناك فرق كبير، يعني ممكن تكون 89 لكن 90% احتمال، فاحتمال تراكمي، وبالتالي الآن هذه القيمة 1.345 يمكن تمثيلها هنا. إذا احتمال أن تكون قيمة تي أقل من هذه القيمة التي ذكرناها هي الآن من موجب ما لا نهاية إلى هذه القيمة بالضبط تساوي 90%، و
وبالتالي هنا تساوي 10%. وحيث أننا عينا ألفا تساوي 5% كحد فاصل بين ما هو طبيعي وما هو بالصدفة، فإننا لا نستطيع رفض فرضية العدم بأن ميو تساوي 30، أي أن العينة جاءت من المجتمع الإحصائي ذي الوسط ميو تساوي 30. لماذا؟ طبعا هذا شيء طبيعي 10%، لأنه أعلى من 5%. وهنا طبعا بسبب أنه المساحة تحت المنحنى تساوي 1 صحيح، فطرحنا من هذه 90%، من هنا 90%، فيبقى عندي 10% التي أتت إلى يسار هذه القيمة، عند هذه القيمة وإلى يسارها. نكمل الآن. من المثال السابق لنفترض أن العينة موزعة طبيعيا بوسط ميو وتباين سيجما سكوير، سحبت عينة عشوائية بحجم N يساوي 15، بقيت المعلومات نفسها، فوجد بأن X بار يساوي 35 و S تساوي 7، لكن أحدا أعذر الخطأ، طبعا أحدا قد ادعى بأن ميو تساوي 30. لاحظوا لي هنا 30، ما يعني بأن اختبار فرضي وإحصائية الاختبار تكون على النحو التالي. الآن هذه إحصائية الاختبار كما ذكرناها قبل قليل، هذا متوسط الانحراف الميلي للعينة، وهذه إحصائية الاختبار تساوي 2.766. لكن الآن لنفترض بأن الباحث يشك بأن المتوسط بأن ميو لا يساوي 30، إذن الآن أي أن الفرضيتين تصبحان كما يأتي. الفرضية العدم ميو تقول بأن ميو تساوي 30، والفرضية البديلة تقول بأن متوسط مجتمع لا يساوي 30، فأيهما أصح؟ ما يعني بأن الاختبار يكون على الطرفين، أي على الذيلين، تو تيل تيست، الأيمن والأيسر كما هنا. الآن إذن نختبر إلى يمين المتوسط وإلى يسار المتوسط. نستكمل. القيمة 2.766 تعني بأننا نبحث عن المساحة حيث T أكبر من 2.766، وعن المساحة التي تكون P فيها T أقل من سالب 2.766، لأنه على الطرفين. لنفترض بأن مستوى الأهمية الذي اخترناه 5%، فيكون جزء من المساحة المطلوبة إلى يسار الوسط وجزء آخر إلى يمينه، أي أن الآن الاحتمال probability أنها تكون T أقل من هاي أعلى من هذه. هذا طبعا الخطأ هنا، أرجو اعتذار عنه. من جدول T نجد بأن الآن 14 درجة حرية، وأقرب قيمة كما ذكرناها قبل قليل 99 هي هذه القيمة، وبالتالي بتكون 2.624، أي أن الآن الاختبار نريد أن نحسب المساحة إلى يمين هذه القيمة وإلى يسار هذه القيمة، وبالتالي هنا بتكون 99%، فهنا بتكون نصف بالمية وهنا نصف بالمية. هنا الآن المساحة تساوي نصف بالمئة، وهي صدفة لأنها نصف بالمية أقل من 5%، حتى لو قسمنا هي 2.5% فبيكون أقل نصف بالمية أقل من 2.5%، وهنا كذلك الأمر المساحة أقل تساوي نصف بالمئة صدفة بسبب التماثل على طرفي الوسط. هنا المساحة اليمين تساوي المساحة اليسار، وبالتالي المساحة إلى يمين 2.766 تساوي المساحة إلى يسار سالب 2.766. وحيث أننا عينا ألفا تساوي 5% كحد فاصل بين ما هو طبيعي وما هو الصدفة، فإننا لا نستطيع رفض الفرضية البديلة التي تقول بأن ميو لا تساوي 30، لأن هذه القيمة لا يمكن أن تحدث إلا بالصدفة، أي أن العين لم تأتي من المجتمع ذي المتوسط 30. شكرا لكم على حسن متابعتكم. المقطع القادم بإذن الله تعالى سيكون الجزء الرابع عن الانحدار المتعدد Multiple Regression. لا تنسوا الاشتراك معنا في هذه القناة التعليمية والتعليق على المحتوى من أجل تحسين الأداء وتعميم المعرفة باللغة العربية، لغة القرآن الجميلة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء آخر قريب بإذن الله تعالى.